طلبة المرحلة الرابعة الدراسة المسائية في قسم الترجمة. ندرس هذا اليوم الفصل التاسع من الكتاب المقرر، وعنوان هذا الفصل هو The Semantics of the Sentence. ثلاثة مفاهيم مهمة سنتناولها في هذا الفصل، وهي predicators, predicates, and arguments. The semantic structure of a simple declarative sentence can be discussed in terms of its predicator and its arguments. إذن يمكن أن نناقش البنية الدلالية للجملة المثبتة البسيطة من خلال مفهومين مهمين، ألا وهما predicator of the sentence و argument of the sentence. Each simple declarative sentence has a predicator and one or more arguments. إذن كل جملة مثبتة بسيطة تحتوي على predicator واحد فقط، ولكنها قد تحتوي على argument واحد فقط أو أكثر من واحد. The function of the predicator in a sentence is to interrelate the arguments in that sentence. ما هي وظيفة للpredicator في الجملة؟ وظيفته هو ربط الarguments في تلك الجملة، وهو المساهم الأكبر في معنى تلك الجملة. لاحظوا أعزائي الطلبة هذا التعريف لمصطلح predicator. The predicator of a simple declarative sentence is the word or sometimes a group of words which doesn't belong to any of referring expression and which of the remainder makes the most specific contribution to the meaning of the sentence. إذن يحدد predicator الدور الدلالي الذي تلعبه كلمة معينة أو مجموعة كلمات داخل جملة معينة، وقد يكون هذا البريديكيتر عبارة عن كلمة واحدة أو مجموعة كلمات أحيانا تنتمي إلى أي من التعابير التي تشير إلى أشياء محددة. إذن البريديكيتر لا ينتمي إلى أي تعبير يشير إلى شيء محدد، وتسهم تلك الكلمة أو مجموعة الكلمات التي نطلق عليها predicator إسهاماً كبيراً وفعالاً في معنى الجملة. لاحظوا الأمثلة التي أمامنا. في جملة mommy is asleep، predicator في هذه الجملة هو subject complement asleep. في الجملة الثانية the white man loved the Indian maiden، ما دام يوجد لدينا lexical verb في الجملة فمباشرة راح يكون هو the predicator of the sentence. في الجملة الثالثة Jimmy was waiting for downtown bus، أيضا ما دام هنالك lexical verb اللي هو الفعل wait، فإذا راح يكون wait for هو the predicator of the sentence. The classes of items which can function as the predicator of a sentence are the following. يمكن أن نقسم أصناف الكلمات التي يمكن أن تؤدي وظيفة predicator إلى الأصناف التالية. الصنف الأول اللي هو lexical verbs، كأن يكون فعل work, smile, play, write, etc. إذن هي الأفعال الرئيسية في الجملة والتي تتضمن الأفعال التي تشير إلى الحدث الأساسي المرتبط بالفاعل. الصنف الثاني يشمل the verb be in equative sentences، إذن فعل الكينونة be في الجمل المتماثلة نسميها equative sentences، وطبعا راح نشرح هذا النوع من sentences بالتفصيل لاحقا. الصنف الثالث adjectives or adjective phrases operating as subject complements، إذن هي عبارة عن الصفات أو العبارات الوصفية التي تؤدي وظيفة subject complement في الجملة. الصنف الرابع
non-referring nouns or noun phrases operating as subject complements. إذن هي عبارة عن الأسماء أو العبارات الإسمية التي لا تشير إلى أشياء محددة وأيضاً تؤدي وظيفة subject complement في الجملة. الصنف الخامس simple or complex prepositions occurring at the beginning of phrases functioning as subject complements. إذن الصنف الخامس يتضمن حروف الجر البسيطة أو المركبة والتي توجد عادة في بداية العبارات التي تؤدي وظيفة subject complement في الجملة. سوف نبدأ الآن بدراسة هذه الأصناف الخمسة بالتفصيل كي نتعرف عليها عن قرب. الصنف الأول كما ذكرنا يشمل lexical verbs as predicators، إذن الأفعال التي نسميها lexical verbs أو main verbs أو الأفعال الرئيسية التي تشير إلى الحدث الرئيسي الذي نفذه الفاعل. لاحظوا الأمثلة التي أمامنا. The guests have arrived. إذن the predicator في هذه الجملة هو lexical verb arrive. The baby is smiling. The predicator في هذه الجملة هو lexical verb smile. A period of political unrest followed. The predicator of this sentence is the lexical verb follow. لا كما تلاحظون في هذه الأمثلة أعزائي الطلبة نأخذ مصدر الفعل أي نجرده من كل الإضافات وأيضا نأخذه بدون الفعل المساعد. ملاحظة مهمة يجب أن ننتبه إليها. When identifying the predicator of a sentence, the base form of the lexical verb is considered. إذن كما ذكرت قبل قليل حين نحاول أن نحدد البريديكيتر في الجملة وهو عبارة عن lexical verb فبهذه الحالة نأخذ مصدر الفعل نفسه نجرده من أي إضافات مثلا إضافات ing إذا كان يشير إلى continuous أو إذا كان فعل ماضي أيضا نجرده من الإضافات أو إذا كان مسبوق بفعل مساعد لا نأخذ الفعل المساعد معه بل نأخذ lexical verb الفعل مجرد أو مصدر الفعل الرئيسي في الجملة. أيضا ملاحظة مهمة أخرى The role of the predicator in a sentence is confined to lexical verbs. The copulative verb be in the following sentences doesn't function as a predicator. إذن دور البريديكيتر يقتصر على الأفعال التي تشير إلى الحدث الأساسي في الجملة أو اللي نسميها lexical verbs. فعل الكينونة اللي verb to be في الجمل التالية اللي نسميها copulative verbs لا يعد predicator. فمثلا إذا قلنا he is very clever. All my friends are doctors. ففعلي الكينونة في هذه الجملتين is و are لا يعتبر هو البريديكيتر. Why? Because we have here what is called copulative sentences or we have copulative verbs. ففي هذه الحالة لا يعتبر الفعل هو البريديكيتر. الصنف الثاني من أصناف البريديكيتر هو the verb be in equative sentences أو الفعل فعل الكينونة بي في الجمل التي نسميها الجمل المتماثلة. فلنتعرف على هذا النوع من الجمل. The following sentences are all equative sentences. London is the capital of the United Kingdom. That tall person in that corner is John. Cairo is the largest city in Africa. جميع هذه الأمثلة نطلق عليها equative sentences أو جملة متماثلة. هي تلك الجملة التي تستخدم أو تستخدم لتأكيد تطابق العبارات المشار إليها في داخل الجملة.
أي للتأكيد أن العبارتين داخل جملة تشيران إلى ذات الشيء. فمثلا حين نقول لندن هي نفسها the capital of the United Kingdom، أو حين نقول that tall person in that corner لابد أن يكون هو ذات الشخص اللي هو جون. وحين نقول كايرو ينطبق هذا الشيء على العبارة الثانية اللي هي the largest city in Africa. ففي هذه في هذا النوع من الجمل نسميه الـ verb be أو فعل الكينونة بالـ equative verb or equative sentences. An equative sentence is one which is used to assert the identity of the reference of two referring expressions. This means that to assert that two referring expressions have the same referent. إذن إحدى مميزات كما قلنا الجملة المتماثلة إنه نستخدمها لنؤكد أن العبارتين في الجملة تعودان على ذات الشيء أو ذات الشخص أو ذات المكان. فمثلا نقول توني بلير is the prime minister. فإذا نقول the prime minister ونقول توني بلير يعودان على نفس الشخص، فنقول إنها equative sentence. وفي هذه الحالة الفعل is راح يكون هو the predicator of the sentence. حين نقول that woman over there is my daughter's teacher، ففي هذه الحالة فعل الكينونة أو verb to be أو verb is في هذه الجملة راح يكون هو the predicator باعتبار لدينا equative sentence. لماذا؟ لأن that woman over there تشير إلى نفس الشخص اللي هو my daughter's teacher. ففي هذه الحالة حين يكون لدينا equative sentence أو جملة متماثلة متطابقة، فعل الكينونة أو verb to be هو الذي سيؤدي وظيفة predicator في الجملة. A feature of many equative sentences is that the order of the two referring expressions can be reversed without loss of acceptability. إذا إحدى مميزات الجملة المتماثلة أو المتطابقة أن ترتيب العبارات التي تشير إلى ذات الشيء أو ذات المكان أو ذات الشخص يمكن عكسها دون أن تفقد مقبوليتها. فممكن أن نقول the largest city in Africa is Cairo أو Cairo is the largest city in Africa. ففي هذه الحالة هذه إحدى الميزات التي تشير إلى أن الجملة هي عبارة عن جملة متطابقة أو ما تسمى equative sentence. الصنف الثالث من أصناف البريديكيتر هو عبارة عن الصفات أو العبارات الوصفية التي تؤدي وظيفة subject complement داخل الجملة. فمثلا حين نقول these books are expensive. Expensive هو الصفة وهو عبارة عن subject complement، فراح يكون هو يؤدي دور البريديكيتر في الجملة. She is extremely beautiful. أيضا هنا لدينا adjective phrase يؤدي وظيفة subject complement، فراح يكون هو predicator في الجملة. His brother is very smart. أيضا لدينا noun phrase يؤدي وظيفة subject complement وأيضا يؤدي وظيفة predicator داخل الجملة. الصنف الرابع وهو non-referring nouns or noun phrases operating as subject complements هي عبارة عن الأسماء أو العبارات الإسمية التي لا تشير إلى أشياء محددة وأيضا تؤدي وظيفة subject complement داخل الجملة. Referring nouns are those nouns or noun phrases which refer to a certain person, place or thing. إذن ما الذي نقصده بعبارة referring nouns أو الأسماء التي تشير إلى أشياء محددة؟ يمكن أن نعرفها بأنها تلك الأسماء أو العبارات الإسمية التي تشير إلى شخص معين أو مكان معين أو شيء معين. Proper nouns or other descriptive expressions which have the force of proper nouns can never function as the predicator of a sentence. إذن أسماء العلم
أو العبارات الوصفية الأخرى التي تؤدي نفس وظيفة أسماء العلم لا يمكن أن تؤدي وظيفة البريديكيتر داخل الجملة إطلاقاً. Non-referring nouns or noun phrases functioning as subject complements have the typical role of a predicator. إذن الأسماء أو العبارات الإسمية التي لا تشير إلى أشياء محددة وتكون وظيفتها داخل الجملة وظيفة subject complement هي التي ستؤدي دور البريديكيتر في تلك الجملة. فمثلا حين نقول Her brother is a genius. A genius هو عبارة عن non-referring noun. Okay. وهو subject complement في الجملة. وهو أيضا the predicator of the sentence. Professor Chomsky is a great linguist. أيضا we have this noun phrase اللي هو a great linguist. يؤدي وظيفة subject complement. وأيضا يؤدي وظيفة predicator. Gold is a valuable metal. Again, a valuable metal is a noun phrase functioning as a subject complement and it also functions as the predicator of the sentence. وفي جميع هذه الجمل الثلاثة كما ترون هي عبارة عن جمل عامة ليست تشير إلى أشياء محددة. فمثلا her brother is a genius ممكن أن نضع her sister her cousin, whatever, فتصبح عامة. أو حين نقول Professor Chomsky is a great linguist. في هذه الحالة لم نحدد لأنه عندنا a great linguist شيء عام. ممكن أن نضع اسم أي عالم لغة آخر في بدل Professor Chomsky وتصبح الجملة صحيحة. بينما إذا قلنا مثلا Professor Chomsky is the author of ونذكر اسم مثلاً مؤلفاته في هذه الحالة راح تكون محددة وراح تكون equative sentence. ونفس الحالة في المثال الثالث حين نقول gold is a valuable metal ممكن أن نستبدل كلمة gold ب silver for example. ففي هذه الحالة لم تشير إلى شيء محدد إذن الجملة أصبحت ليست equative sentence. ففي هذه الحالة A valuable metal اللي هو subject complement هو الذي سيؤدي دور predicator في داخل الجملة. الصنف الخامس اللي هو يتضمن simple or complex prepositions functioning as predicators. إذن حروف الجر البسيطة أو المركبة. ماذا نعني بحروف الجر البسيطة؟ هي تلك الحروف التي تتكون من كلمة واحدة فقط. مثلا in, on, of, at. أما المركبة فهي من تتكون من كلمتين أو ثلاثة مثلا in front of نسميها حرف جر مركب. لاحظوا الأمثلة the diamond are in that handbag. هنا we have a simple preposition اللي هو in وهو الذي سيقوم مقام البريديكيتر. The books are on that table. أيضا هنا لدينا simple preposition وهو the predicator. أما في الجملة الثالثة those trees are in front of her house هنا لدينا complex preposition لأنه مكون من ثلاث كلمات وهو يؤدي وظيفة predicator. لاحظوا هذه الأمثلة المتنوعة عن predicator. We will go to the campus tomorrow. ما دام لدينا lexical verb اللي هو go هو راح يقوم مقام البريديكيتر. Mrs. Rini is in her office. هنا لدينا حرف جر بسيط in فهو البريديكيتر. Real Madrid, a famous football club, won Champion League yesterday. أيضا ما دام لدينا lexical verb إذا راح يكون win هو البريديكيتر. Fatim lives in Salafia Islamic Boarding School. البريديكيتر أيضا راح يكون live باعتباره هو lexical verb. English department students of 2011 are going to visit IALF in Bali. أيضا لدينا lexical verb اللي هو go ونأخذه مجرد
وراح يكون هو البريديكيتر. نأتي الآن إلى الفرق ما بين هذين المصطلحين اللذين هما predicator and predicate. لاحظوا تعريف كل منهما. Predicate identifies elements in the language system independently of particular example sentences. إذن البريديكيت يحدد عناصر في النظام اللغوي دون التقيد بنماذج محددة لجمل معينة. The predicator identifies the semantic role played by a particular word or group of words in a particular sentence. The predicator يحدد الدور الدلالي الذي تلعبه كلمة معينة أو أحياناً مجموعة كلمات داخل جملة معينة. A simple sentence only has one predicator, although it may well contain more than one instance of predicate. إذن الجملة البسيطة يمكنها أن تحتوي على predicator واحد فقط. أوكي؟ بينما يمكنها أن تتضمن أكثر من مثال عن predicate. Predicates are those items, words or groups of words which can function as the predicator of a sentence. إذن predicates أيضا يمكن أن نعرفها ونقول إنها تلك العناصر التي قد تكون كلمات أو مجموعة كلمات يمكنها أن تؤدي وظيفة البريديكيتر داخل الجملة. Okay. Words like arrive, eat, write, similar, father, between are predicates. Why? ليش أعتبر هذه الكلمات predicates? Because they can function as the predicator of a sentence. أي واحدة من هذه الكلمات ما دام ممكن أن تؤدي وظيفة البريديكيتر في الجملة إذن أعتبرها predicates. بينما words like a, an, the, and, or, because, if are not predicates. ما أعتبرها predicates. Why? Because they cannot function as the predicator of a sentence. إذن أي كلمة أو مجموعة كلمات يمكن أن تؤدي وظيفة predicator داخل الجملة أعتبرها predicate. أما إذا لا تستطيع أن تؤدي وظيفة predicator فلا أعتبرها predicates. A simple sentence only has one predicator. كما أسلفنا سابقا الجملة البسيطة تحتوي على predicator واحد فقط. لاحظوا المثال هذا. A tall handsome stranger entered the saloon. بكل طبعا في هذه الجملة predicator هو الفعل enter لأنه lexical verb. نجي إلى البريديكيتس. إذا أردنا تحديد البريديكيتس في الجملة فراح نقول البريديكيتس هما tall, handsome, stranger and saloon. إذن تركنا الأ وتركنا الذ لأنها لا يمكن أن تصبح predicators في جمل أخرى. Okay. Can function as predicators in other sentences. إذن هذا هو السبب أنه أعتبرها predicates لأن ممكن أن أستخدمها كpredicators في جمل أخرى كما ترون. ممكن أن نقول John is tall. Tall بهذه الحالة أصبح predicator. He is handsome. Again handsome أصبح predicator. وهي is a stranger. Stranger صار هو predicator. That ramshackle building is a saloon. Saloon بهذه الحالة أصبحت هي البريديكيتر. إذن ما دام أستطيع أن أستخدم هذه الكلمات كبريديكيترز في جمل متنوعة ممكن أن أطلق عليها اسم predicates. أما إذا لا أستطيع كما هو الحال في مثلا أدوات التعريف أو الconjunctions فبهذه الحالة لا أعتبرها predicates. نأتي إلى المصطلح المهم الآخر في هذا الفصل وهو مصطلح arguments. There are two types of constituents in the semantic structure of a sentence, the predicator and the argument. إذن في كل جملة لدينا نوعين أو من البناء في الجملة. أحد هذين النوعين هو predicator والذي شرحناه قبل قليل. والنوع الآخر أو المصطلح الآخر هو ما يسمى بالarguments.
A simple declarative sentence has only one predicator, but it can have one or more than one argument. إذن في الجملة البسيطة المثبتة يوجد predicator واحد فقط، بينما ممكن أن تضم تلك الجملة argument واحد أو أكثر من argument. Okay. The semantic analysis of simple declarative sentences reveals two major semantic roles. إذن قلنا التحليل الدلالي للجملة المثبتة البسيطة يظهر لنا دورين دلاليين أساسيين، وهما الـ predicator والـ argument. الـ predicator شرحنا وشرحنا الأصناف اللي ممكن أن يأتي بها. الـ argument هي العبارات أو العبارات الإسمية أو الأسماء اللي ترتبط ارتباط مباشر بالفعل. عادة يكون الـ argument هو عبارة عن الفاعل المفعول به المباشر أو المفعول به غير المباشر. لاحظوا المثال أمامنا. Dina is an engineer. The predicator هنا هو engineer. Okay. إذا نأتي أين الargument راح يكون هو الفاعل اللي هو Dina. Fanny gives him the book. ما دام لدينا lexical verb اللي هو فعل give راح يكون هو the predicator. نأتي إلى الargument. أين أجد الargument في هذه الجملة؟ نلاحظ أن لدينا الفاعل هو Fanny، ولدينا المفعول به غير المباشر اللي هو him، ولدينا المفعول به المباشر الذي هو the book. ففي هذه الحالة سيكون لدينا في هذه الجملة three arguments: Fanny, him, and the book. Degree of predicate أو درجة البredicate is a number indicating the number of arguments it is normally understood to have in simple sentences. إذن يشير إلى عدد الarguments الموجودة في الجملة. فإذا كانت الجملة تحتوي على argument واحد نسميها one place argument وهكذا. For example, this movie is amazing. Amazing هو the predicate of degree one or one place predicate. ليش؟ لأن عندنا amazing هو the predicator. Okay. Where's the argument؟ الargument راح يكون هو الفاعل اللي هو this movie. هل لدينا argument آخر في الجملة؟ بالتأكيد لا يوجد، فراح نسميه في هذه الحالة one place predicate لأنه يحتوي على argument واحد. في المثال الثاني، Shinta brings an apple. Bring هو lexical verb فراح يكون هو predicator. نأتي إلى arguments. How many arguments are there in this sentence? We have two arguments اللي هي Shinta و an apple. ففي هذه الحالة نسمي two place predicate لأنه يحتوي على two arguments. في المثال الثالث، The teacher gives me a card. Give هو predicator باعتباره هو lexical verb، و في هذه الجملة لدينا three arguments اللي هي the teacher, me, a card. فإذا في هذه الحالة نسميه three place predicate لأنه يحتوي على three arguments. Examples of degree of predicates. أمثلة أخرى عن درجة البريديكيت في الجملة. All of semantics students are smart. Smart هو راح يكون البريديكيتر. أين الargument؟ الargument هو عبارة عن الفاعل اللي هو all of semantics students. ما دام لدينا argument واحد إذا راح نقول it is a one place predicate. Mrs. Rennie teaches semantics. Teach هو lexical verb فهو راح يكون البريديكيتر. الarguments عندنا راح يكون Mrs. Rennie و semantics فراح نقول this is a two place predicate. Why? Because it has two arguments. The argument can be a subject, a direct object, an indirect object, subject complement, or object complement. إذن الargument ممكن أن يكون الفاعل في الجملة أو المفعول به المباشر، المفعول به غير المباشر، أو قد يكون subject complement أو object complement.
She is writing letters. الأرجمنت في هذه الجملة هي she و letters. My brother has given her all the books. My brother, this is argument number one. Her, argument number two. All the books, argument number three. That tall man in that corner, this is argument number one. His father is argument number two. We have made him a chairman. We, argument number one. Him, argument number two. A chairman, argument number three. The guests have arrived. The guests, we have only one argument here. The degree of a predicate, the number of arguments in a sentence. إذن كما أسلفنا نحدد درجة البريديكيت بعدد الأرجيومنتس الموجودة في داخل الجملة. If a predicate can take only one argument, it is known as one place predicate. إذا كان البريديكيت يأخذ argument واحد فقط نسميه one place predicate. If a predicate can take two arguments, it is known as a two place predicate. أما إذا كان البريديكيت يسمح بوجود two arguments فأسميه two place predicate. If a predicate can take three arguments, وإذا يسمح البريديكيت بوجود ثلاث arguments, we call it a three place predicate. There is an important notice here, ملاحظة مهمة. There are no four place predicates in English, nor perhaps in any other language. إذن ليس هنالك four place predicates in English, يعني ليس هنالك predicate يسمح بوجود أربع arguments or four arguments في نفس الجملة. وأيضا قد لا يتواجد هذا الشيء في أي لغة أخرى. Intransitive verbs are one place predicates. Only one argument is found. حين يكون الفعل فعلا لازما أي لا يأخذ مفعولا به ففي هذه الحالة يكون لدينا argument واحد فقط في الجملة. فمثلا نقول the sun is shining. The sun هو الargument. The baby has sneezed. The baby هو الargument. Most adjectives in English are one place predicates. إذن معظم الصفات في اللغة الإنجليزية تكون one place predicates يعني تأخذ argument واحد فقط. مثلا نقول that boy is clever. إذن clever هي الصفة أخذت argument واحد اللي هو that boy. The leaves are green. Again we have green which is an adjective. It takes one argument فراح نقول one place argument. Adjectives like different, similar, identical are used as two place predicates. قلنا إنه معظم الصفات في اللغة الإنجليزية تأخذ argument واحد باستثناء بعض الصفات اللي هي مثلا تشمل different, similar و identical. هذا النوع من الصفات يتطلب وجود two arguments فبهذه الحالة راح يكون نوع two place predicate. فمثلا نقول your job is different from his. فإذا your job راح يكون argument number one و his argument number two. Her answer was similar to mine. Again, we have two place predicates, اللي هي her answer, argument number one, و mine, argument number two. This toy is identical with that one. Again, here we have two place predicate because we have two arguments, this toy and that one. Most nouns are one place predicates. معظم الأسماء في اللغة الإنجليزية أيضا هي one place predicates, أي تأخذ argument واحد. فمثلا نقول Jane is a nurse. And nurse هو الاسم ويأخذ predicate واحد أو argument واحد اللي هو Jane for example. His brother is a businessman. Again businessman اللي هو الاسم يأخذ argument واحد اللي هو his brother. فبهذه الحالة نسميه one place predicate. Some nouns function as two place predicates. They are inherently relational nouns like father, mother, son,
daughter, brother, sister, neighbor. إذن هنالك بعض الأسماء في اللغة الإنجليزية تشير إلى علاقات، كأن تكون علاقة الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت أو الجار. بهذه الحالة دائما يكون two place predicates، لأن دائما راح يكون أو يتطلب وجود two arguments. فمثلا نقول John is the brother of the governor of this state. John هو argument number one، و the governor of this state راح يكون argument number two. She is the sister of my best friend. أيضا we have two arguments، she and my best friend. Your friend is the neighbor of my eldest sister. Again we have two place predicates. Why? Because we have two arguments. Your friend, this is argument number one, and my eldest sister, this is argument number two. Monotransitive verbs function as two place predicates. الأفعال التي تأخذ مفعولاً واحداً والتي نسميها monotransitive عادة ما تكون two place predicates، أي يتطلب وجود two arguments في الجملة. فمثلاً نقول he is reading a novel. Read هو the predicator لأنه lexical verb، وهي راح يكون argument number one، وa novel argument number two. Those boys are eating apples. Again we have eat هو the predicator باعتبار lexical verb، وwe have two arguments: those boys and apples. His sister is studying mathematics. Study هو lexical verb، فأكيد راح يكون هو the predicator، وwe have two arguments: his sister and mathematics. Most prepositions function as two place predicates. معظم حروف الجر تؤدي وظيفة two place predicates. لاحظوا the file is in the drawer. الان هو راح يكون the predicator، we have two arguments in here: the file and the drawer. His college is outside the city. Outside هو راح يكون the predicator، his college this is argument number one and the city argument number two. Her house is near the museum. Near هو راح يكون the predicator and we have two arguments: her house and the museum. Unlike most prepositions, the preposition between functions as three place predicate. إذن كما قلنا معظم حروف الجر تأخذ two place predicate باستثناء حرف الجر between. هذا حرف الجر between يتطلب وجود three arguments بالجملة، ففي هذه الحالة راح نسميه three place predicate. لاحظ ليبيا is between Egypt and Algeria. بالبداية يجب أن نحدد the predicator اللي هو حرف الجر between، ثم نأتي إلى الarguments. We have three arguments here اللي هي Libya, Egypt and Algeria. فدائما حرف الجر between يأخذ three arguments، so we call it a three place predicate. Verbs which function as a three place predicates include give, send, write, lend, deny, owe. إذن هذه الأفعال الموجودة أمامكم عادة ما تأخذ three arguments بالجملة، فنسميها three place predicates. فمثلا نقول she has sent me a detailed report. الفعل send هو راح يكون the predicator، وإذا نجي نحسب how many arguments are there راح نقول there are three arguments which are she, me, a detailed report. I will write her a long letter. Again الفعل write هو lexical verb فراح يكون هو the predicator، وإذا نجي نحسب the arguments بالجملة we will say there are three arguments which are I, her and a long letter، فراح نسميها three place predicate باعتبارها تحتوي على three arguments. Some verbs may function as two place predicates and also as three place predicates. إذن بعض الأفعال
ممكن أن تؤدي وظيفة to place a predicate وفي جملة معينة طبعاً، وتؤدي وظيفة three place predicates في جملة أخرى. لاحظوا الفعل write في هاتين الجملتين. He is writing a letter. في هذه الحالة لدينا two arguments اللي هي he a letter. ففي هذه الحالة راح يكون to place predicate. أما في الجملة الأخرى she has written me a letter. الفعل write في هذه الحالة أخذ three arguments اللي هي she, me, a letter. So we call it a three place predicate. يعني أحياناً نفس الفعل ممكن يكون في جملة معينة two place predicate وممكن أن يكون three place predicate في جملة أخرى. This is the end of chapter 9. I hope that you find all the information useful to you. And I'm ready to answer any questions that you have. Thank you so much for your attention and for your listening.